حضور جماهيري لافت يفوق التوقعات لمعرض البحرين للإنتاج الحيواني مراعي 2018 الذي جمع من خلاله المهتمين بالقطاع الحيواني من عارضين وزوار من داخل البحرين وخارجها. للناس فيما يعشقون مذاهب، فتربية المواشي اتخذها البعض عملا أصيلا فباتت مصدر الرزق الأساسي والاكتفاء الذاتي، والبعض الآخر تربطه مع الحيوانات الأليفة علاقة حب وألفة. وكون مملكة البحرين المحضنة الذي يضم ألوانا من الثقافات والحضارات المتعددة، فقد ارتبطت ببعض السلالات العريقة كالخيول العربية الأصيلة وغيرها من الحيوانات التي وجدت مكانها في معرض البحرين للإنتاج الحيواني مراعي 2018 كحدث مميز في تنمية ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة، وليسلط المعرض الضوء على الجهود الساعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي التي تعتمدها المملكة في مجال تربية الماشية والزراعة للمضي قدما في تعزيز هذا القطاع. أول مشاركة لنا في معرض مراعي، معرض ممتاز، تنظيم ممتاز صراحة. احنا طبعا مشاركين بالنحل ومنتجات النحل، من أعسال ومن نحل، طرود، تغذية نحل وملابس نحل، كل الأمور. احنا المحل الوحيد حاليا في البحرين اللي يوفر مستلزمات النحل للجمهور. طبعا مثل ما شفنا أمس واليوم حضور رائع صراحة، يعني إلى درجة أن اليوم السيارات ما شاء الله السيد. في النسخة الرابعة للمعرض حضور جماهيري فاق التوقعات، إذ عبر الزوار عن سعادتهم بما شهدوه في معرض مراعي 2018، مشيدين بالتنوع الكبير من الجهات العارضة وما اشتمل عليه المعرض من فقرات كثيرة متنوعة تهدف إلى إطلاع الجمهور على ما تزخر به مملكة البحرين من تنوع وثروة حيوانية. المعرض الصراحة وايد حلو، وفي يعني حيوانات وايد متنوعة، وكانطباعي بالنسبة للجانب الحيواني يعني عندي أنا اهتمام في بعض الحيوانات، فلقيتها هني متوفرة، فللشخص اللي عنده من ناحية الجانب الحيواني بإمكانه أنه يزور المعرض، وإن شاء الله يعني يعجبه لأنه وايد صراحة حلو. جذبنا المعرض على ما شاء الله نوعية كثير من الحيوانات، وأنا من اهتم في الحيوانات، اشتري حيوانات وربيهم، وعندنا ما شاء الله معرض فيه من جميع الأنواع يعني، وهذا اللي الشيء اللي شجعنا عليه. وجبت الأهل من 2014 والحين 2018، ما شاء الله شيء يعني عجيب يعني، وما شاء الله الناس كثيرة وإقبال عليه كثير يعني. معرض حد راقي وحد جميل، عجبني وايد، كل شيء فيه حلو، وما شاء الله اللي هو وايد مستمتعين، اكتشفنا انواع جديده من الحيوانات ما كنا نعرفها. احنا وايد متحمسين لان شفنا جمال، حصان، حلون، حيوانات وايد حلوه. انا استانست انزين، وشافين مثلا هاي مثل البقر والهاي الخيول واستمتعنا. انا استانست، شفت خيول، شفت بقر، شفت حيوانات وايد، استانست وركبت فوق الخيل واستانست وطلعت البقر وطلعت الكتاكيت وانا مستانست. انا استانست لان ركبت الخيل وشفت كلاب وشفت قطاوه، ان شاء الله هالمره باين. تربية الحيوانات باختلافها هواية أشغلت العالم أجمع، فلا غرابة أن يبادر البحرينيون في كل ما هو جديد ومعتبر، كون البحرين أيضا بلد تعددية وثقافة. تبتدي أول فعالية من بطولة البحرين الوطنية لأصالة الكلاب، معرض مراعي 2018. أول بطولة اليوم ابتديناها في لأصالة الكلاب، بالأمس كانت معرض بطولة الأصالة السلق العربي، اليوم البطولة في جميع الفصائل المفتوحة. فاليوم من أول الفصائل المشاركة 7 فصائل مشاركة بنفس المجموعة إليهم، وابتدينا إن شاء الله التصفيات ماشية. معرض الحمام يضم تقريبا 10 أندية عندنا، وطبعا
هناك مسابقات فيها يعني بين فيها أجمل طير وثاني طير وثالث طير. طبعا هناك يعني مقاييس عالمية على ضوءها يتم تحكيم واختيار أفضل طير. معرض مراعي 2018 جمع كلا من المزارعين ومربي الحيوانات ومحبي المنتوجات الطبيعية الطازجة والعائلات وسط أجواء ممتعة تضم العديد من الأنشطة المميزة كعروض الحيوانات بمختلف أنواعها والعروض الحية والمنافسات الشيقة، فضلا عن الفعاليات التي تضمن لهم الحصول على أمتع الأوقات. من النسخة الرابعة يحل معرض البحرين للإنتاج الحيواني مراعي 2018 ليبرز من خلاله اهتمام مملكة البحرين بالإنتاج الحيواني، وليشمل هذا المعرض من خلاله أيضا محبي تربية الحيوانات الأليفة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.